في معكم مشاهدينا عبر شاشة العالم سوريا وبرنامج دامسكوب. تختلف طرق التعامل مع مواقف الحياة وطبيعتها وأجواءها سواء كانت على صعيد الفرد أو على صعيد المجتمع تبعا لطبيعة الفرد لطريقة تفكيره لتفعيل وعيه واللاوعي ببعض الأوقات. اليوم رح نحكي يا بشار عن وعي الشخص واللاوعي، كيف ممكن يتحكم فيه مع خبيرة الطاقة إيمان كرمن شاهي، صارت معنا عضو من استوديو دامسكو. أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. يا أهلين. أهلا وسهلا فيكي أستاذة إيمان. مثل ما ذكرنا اليوم التعامل مع الوعي واللاوعي إذا بدنا نقول على صعيد الشخص وتفكيره على صعيد المجتمع بشكل عام. تمام. إذا بدنا نعطي تعريف بداية كيف نقدر نعرف؟ نحن أول شيء لازم نعرف شو هو الوعي وشو هو اللاوعي. تمام. بعدين نحن بنحكي شلون بدنا نقدر نتعامل مع اللاوعي لأنه هو الأساس. اللاوعي مو الأساس عندنا، الوعي تبعنا. هلا الوعي تبعنا كل شيء مدرك حواسه، يعني كل شيء بتدركه هيك حواليك، بس اللاوعي عندنا هو الأساس. يعني اللاوعي هو الشيء الداخلي اللي عندنا. هلا كانوا يقولوا انه الروح الداخليه تبعنا، هي الروح الداخليه تبعنا هي اللاوعي تبعنا، بس اللاوعي هو المتحكم الاساسي بكل تصرفاتنا وبكل حياتنا. نحن لما بدنا نتعلم كيف نتعامل مع اللاوعي بتعرف كيف تتحكم بكل حياتك. تمام. هلا نحن انت قديش مثلا فيك تدرك بالثانيه كم معلومه بالثانية؟ هلا حسب طبيعة المعلومة، حسب اهتمامنا بالمعلومة يمكن. تمام. يعني أقصى حد خمس معلومات ممكن. ممكن فيلسوف أو شيء ممكن ياخذ سبع معلومات، صح؟ هي اللي بتدركه أنت أو هي أو أنا أو أي شخص، خمس ست سبع معلومات بالثانية أقصى حد للوعي تبعنا. تمام. يلي نحن بنضل بنقول وعي وعي وعي. اللاوعي أنت يعني حط رقم ممكن ياخذ اللاوعي بالثانية معلومة. من 5 إلى 7 مليون معلومة بياخذ اللاوعي تبعنا بالثانية. بالثانية. هي بدون ما نكون واعيين على الموضوع. لا احنا لما بنصير بنعرف كيف نتعامل مع اللاوعي هدول كلهم بنبرمجهم لحالنا. بنبرمجهم لحياتنا، كيف نتعامل، كيف نتصرف، كيف نحكي، كيف ندعي. حتى ممكن يأثر على شيء اسمه وعي جمعي. يعني انت بتعطي معلومة هي نفسها، انا نفسها والتاني والتالت صار وعي جمعي، هذا بيأثر على كل حياتنا. تمام. على المجتمع، على الحياة العملية، على الغلاء اذا بدك، فينا نبرمج امورنا، نزل اسعار كل العملات، هي اهم شيء. اي تمام. اذا في علاقة بين الوعي واللاوعي مثل ما حكيتي حضرتك، شو العلاقة؟ شو الشيء اللي بيربطهم اكثر شيء؟ هلا نحن ما خلقنا عبس. اول شيء نحن بالحياه ما خلقنا عبس، وكل شيء بنتلقاه كله محسوب. ما في عنا شيء اسمه محسوب وفي شيء مو محسوب. كلمتك اللي انت عم تتلفظيها محسوبه عليك، لانه اللاوعي عندك كمبيوترك يلي انت عم تبرمجي. تكتب انا سعيد، اللاوعي ببرمج لك امورك انك انت تكون سعيد. تكتب انا تعيس، اللاوعي ببرمج لك وبيطلع لك ناس تخلق لك التعاسة تبعك. تمام. العلاقة بيناتهم، هلا العلاقة بين الوعي واللاوعي انه مثلا بتكوني انت قاعدة عم تفكري، ما بتصير معك انه شو كنت انا هلا عم فكر؟ ضاعت الفكرة. لما تضيع الفكرة، نحن مو عايشين عبس، لما بتضيع الفكرة ما بتروح على الفاضي. احنا لما كانت عندنا الفكرة كانت الفكرة بالوعي. نحن هلا وعيانين لهالفكرة اللي اجت هلا. مثلا هاي الكاسه امتى حطيتها هون؟ هاي وعي. ونسيت انا وياكي اتحدثنا، نسيت انه انا امتى. هي ما بتروح، راحت هاي للاوعي تبعنا. يمكن انا بعد فتره او بعد ما يمر وقت معين انا اتذكر اني انا. تمام. هلا انت مو بتتذكري، هلا اللاوعي بضل بنخوز لك، بطلع لك امور انت بتكوني نسيانتيها او انت هاملتيها او انت مروحتيها. ممكن بس بيطلع لك بالاحلام. الوعي واللاوعي بيلتقوا بالاحلام. بالاحلام بتقول انا ليش شفت هذا المنام، انا ما بفكر يعني شو اجى على بالهم هدول الجماعه اجوني، مع انه انا مفكر فيهم يعني انا ولا خاطرين لي، شلون طلعوا لي؟ بالوعي واللاوعي بينخوز لك وبيطلع لك هدول الافكار. تمام. تمام. هلا انت مثلا بتقولي، بيقولوا لك ناس انه انا، طب انا مالي سعيده، كيف بدي اقول انا سعيده؟ تمام. هلا اللاوعي ما بيفرق بين الخيال والحقيقه.
لما انت بتقول له انا سعيد انا سعيد انا سعيد انا سعيد حالة اقناع لحالنا مثلا، هو اللاوعي بياخذ بالتكرار. بالتكرار بكرر عليه الفكره، فكره هو حقيقه، لانه هو ما بيعرف يميز انه هو صح ولا حقيقه ولا هو خيال اللي انت عم تعمله. لما انت بيقولوا لك انت اي واحد عنده احلام وبتتحقق، هلا اغلب العلماء وهي كانت اول افكارهم احلام مو يحلموا فيها، بعدين تحققت شلون؟ من اللاوعي. اسقطوها هن على اللاوعي من تكرار الحلم تبعهم، بكرر بكرر بينزل بينزل عند ابدا، بيسقط على ارض الواقع، على الوعي تبعنا، عم بينزل على الوعي تبعك وبصير هو الحقيقه، بفكر اللاوعي تبعك انه هذا هو الحقيقه وانا لازم اشتغل عليه. تماما. اليوم يعني من خلال حديث حضرتك في جانب نوعا ما من الادراك بيلعب جانب دور بين الوعي واللاوعي وصولا للادراك، قديش في رابط بيناتهم بين انا اكون واعي وبين اللاوعي تبعي وبين الادراك للوقائع والاشياء والتفاصيل اللي عم تصير حوالي؟ يعني لو الانسان فينا بيعرف كيف يتحكم باللاوعي بيدرك كل الامور صح، بيبرمج كل حياته صح. هلا اللاوعي عندنا ما بياخذ ما ولا ولح، هلا مثلا بتقول له انا لح اعمل هيك، بياخذ انه لا انا بدي اعمل هيك. هلا انا ما لح كون مثلا انا ما لح كون سعيده، بيروح لا بضل هو انا لح كون سعيده، بياخذ واقع، بياخذ واقع اللاوعي، وهو عباره عن بيبرمج لك الخيال اللي انت بتزرعه فيه. بتضل انت مثلا عم تبرمج نفسك انه انا هلا مو عم يعملوا جذب الثراء، هلا اغلب اذا شوفوا على السوشيال ميديا كلهم عم يشتغلوا على عباس، لا هو واقع، هو صاير في نتيجه لهذا الموضوع، هي اهم شيء. نحن بنروح للنتيجه يا اخي. طب هلا انت هلا انت عم تقول على الادراك، انت لما بتدرك وبتكون واعي لوعيك وحقيقة شخصك واستحقاقك بالحياة، انت شو بتستحق؟ بتستحق الثراء؟ بيجي لعندك ثراء لحاله بدون تعب. مو في كتير ناس اثرياء بيكونوا جاهلين، بيكونوا مو متعلمين، بيكونوا لا يفقهون شيئا وهم اثرياء. طب قديش هون دور السعي؟ يعني هلا صار عندنا موضوعين، في عندنا الادراك وعندنا السعي لهذا الموضوع. تمام. يعني انا اليوم بقدر اقعد انا واقول انه انا بدي سعي. لا مو بس هيك، يعني نحن دور السعي رب العالمين قل عملوا فسيرى الله عملكم. صحيح. انت لما عم تبرمج حالك، انت انسان واعي، تمام، انت برمجت حالك انه انا انسان واعي وانا بدي ثراء، بس انا شلون انا بس يعني هلا لو هي شغله كثير بسيطه، حط ايدك على قلبك وقول انا شلون، انا كيف بدي يصير ثري مثلا؟ احنا عم نقول ثراء، بس مثلا واحد كيف بدي يصير مشهور، كيف بدي يصير مثقف، كيف بدي اتعلم؟ طب تصور انت اللاوعي تبعنا ما بينام ابدا، ما عنده نوم. الوعي تبعنا متى ما غمضت عيونك نمت، بس اللاوعي تبعنا ما بينام، ضل مستيقظ. هالمعلومه ليش بيقولوا لك مثلا قبل النوم ما لازم تكون كركب، او ما لازم تكون متضايق، او ما لازم تكون زعلان؟ حتى اللي زعلان يتنفس ويحط راسه على المخدة ويسلم امله لرب العالمين، انه انا هذا اللي صار معي كله بإرادة رب العالمين، انا حكون سعيد، انا حكون مبسوط، انا حكون سري. اللاوعي شو بيعمل انت ونايم؟ بيشتغل على هذا الموضوع. يعني انت شو بدك الطريق اللي انت بدك اياه؟ حتى لو نحن ما كنا مقتنعين بالفكرة، تمام، قلت لك هو ما بيفرق بين الخيال والحقيقة. نعم. انت مالك مقتنعة بالفكرة. هلا انا بيجوني كثير ناس بيقولوا لي طيب انا مالي سعيدة، كيف بدي اقول انا سعيدة؟ طيب جربي. هلا انا عم اقول لك انا وياكي هون قاعدة، جربي انت مثلا حابة تصيري مشهورة او مذيعة عالمية مثلا او اي شيء انت بتطمحي له، جربي قبل النوم ترددي هذا الموضوع. هذا غير هلا بقول لكم عن قانون الجذب، هذا التردد. جربي كل يوم قبل النوم تكوني ريلاكس ومرتاحه ومبسوطه، وتنفس شهيق من انفك زفير من تمك 15 مره، هذا بصير بتروح كل الافكار من راسك. هذا لما تماما يكون عندك ضغط افكار انت قبل ما تنامي، بالعكس هو اللاوعي بدخل لك ياهون، انت اعطيتيني هيك، ايه انت اعطيتيني هيك، انت بسيتي لي هيك، انت عرفتي انت مسؤوله. هلا هو بيكون عم يعاقبك. اذا هلا خبرينا كيف بنتحكم باللاوعي، يعني هي النقطه كيف بندربه حتى يعني. تماما. أيوة، كيف بنبرمج اسمه برمجه اللاوعي. كيف بنبرمج اللاوعي تبعنا؟ صحيح، خبرينا. مثل ما قلت لك اول شيء احنا هي ما عندنا اياها سياسه كثير عندنا، بس هي التنفسات كثير 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 مهمه.
حتى لعب دور بهذا الموضوع. حتى لإزالة الأمراض التنفسات هي شهيق من أنفك، سبع عدات بتحبس السبع عدات وبتزفري، هي نوع من أنواع التنفس. بتزفري بتكوني أنت مرتاحة، هيأتي اللاوعي تبعك للفكرة اللي أنت بدك تنزل له إياها. أنت بتريح أفكارك، بتزيلها كلها، بتحط هذا هي الفكرة اللي أنت بدك إياها، بتنزل الفكرة اللي هي بتناسبك. تماما. اليوم موضوع العمر، إذا بدنا نقول يعني اليوم مع تقدم العمر دائما بصير عندنا خبرات جديدة، بصير عندنا مواقف، بصير عندنا نوع من إدراك الوعي الكامل حوالينا، وبالتالي تنعكس على الوعي. حتى الأب والأم المدركين الواعيين غير الأب والأم اللي مو مدركين وواعيين. تماما. هلا الطفل الصغير لما أنت بتعرف موهبته، ابنك لما بيكون صغير أنت أب واعي وأم واعية، تعرف الموهبة اللي هي عند ابنك، لما بتهيئ له كل الأسباب المحيطة فيه. مثلا ابنك بيحب الطب، أنت حسيت من هو صغير أنه هو بيحب الطب، عملت له غرفة فيها أدوات طب، فيها سرير، فيها كل هدول الأمور اللي هو ممكن ينمي فكره. كيف بتحط له حتى على غرفته عيادة الدكتور فلان، ابنك من هو صغير هذا اللاوعي أخذها من 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 الكتابة إنه هو هذا الفتى دكتور مثلا. يعني عم أقول لك هلا عندك مثلا ابن ضعيف بالإنجليزي، مثل ما حكينا اللاوعي ما بينام، بنحط له شريط كاسيت بالمادة اللي هو ضعيف فيها عم ياخدها، بيروح على مدرسته بيلاقي حاله. يعني حتى أنت بتجي بتعطيه المادة، كيف هيك صار ابني ما شاء الله يعني دغري أخذ المعلومة. تكوني انت مدركه، انت واعيه انه اشتغلتي على اللاوعي تبع ابنك لحتى يكون انسان فعال بالحياه ويكون له بصمته ويكون انسان سوي. صحيح. تمام. صحيح. اليوم عم تحكي اكثر عن موضوع الجذب، يعني كثير مرتبط اللاوعي بالجذب، بجذب الافكار الايجابيه، بجذب الشغلات اللي نحن بنحبها والامور اللي حابين نحن نحصل عليها. قديش مرتبط بالجذب وقديش هذا الموضوع بيساعدنا بطرق اللاوعي؟ تمام. نحن هلا لما حكينا انه اللاوعي برمجتيه، انت برمجتيه على انه يكون ايجابي. تمام. هلا نحن نقول يا الله يعني انا كثير اشتغلت على هذا الموضوع وما زبط معي، ليه؟ عليكي انت. ليه؟ اول شيء الجذب ما بيزبط اذا كان عندك افكار سلبيه، مو افكار بس، تصرفات سلبيه، عادات سلبيه. اللاوعي بدك تكوني مفرغه كل الامور السلبيه اللي عندك، حتى في طريقه لتفريغ الامور السلبيه، كل الامور السلبيه بتفرغيها بعدين بتعدي بتجذبي، يلي هو نحن قلنا اللاوعي بياخذ بالتكرار. اي جمله بدك اياها بس بدها تكون بالمضارع وتكون مختصرة. مثلا أنا أملك سيارة، هيك مثلا بدك تكتبي الجملة 21 مرة لمدة 14 يوم على ورقة بيضاء بقلم أحمر، لأنه اللاوعي بياخذ الأحمر بيرسخ فيه. حتى إذا عندك ولد عنده ما بينسى، لون له فلماستر أحمر أو فلماستر أصفر، بترسخ عنده باللاوعي أكثر لأنه بياخذ اللاوعي أكثر. تكتبي هي الجملة 14 يوم لأنه نحن عم نكررها 21 مرة، كل يوم كل يوم كل يوم، متى ما كررتي له إياها لمدة 14 يوم صارت حقيقة عنده. صار في أنت شلون بتصير مثلا، بصير واحد بده يبيع سيارته أو واحد بيطلع لك بالحياة. تمام؟ يعني إنه هذا الموضوع عن جد يعني هو كثير رائع إنه الإنسان يدرك اللاوعي تبعه ويبرمجه لحياته للأفضل. تماما. بدنا نشكرك ختاما، يعني داركنا الوقت والحديث يعني ممتع الصراحة، وعم نستفاد من شوي يعني هيك تفاصيل عن حياتنا. مثل ما كان الإنسان مدرك هذا، هي أحلى كلمة، إدراك اللاوعي تبعنا، نعرف كيف نبرمج حياتنا. تماما. كل الشكر لك ويعطيك ألف عافية. إن شاء الله هيك لنا لقاءات قادمة وحديث بمواضيع أخرى إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك. شكرا لكم.